السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا الحمد لله على سلامتكم اخويا. الله يسلمك. الله يسلمك ويجيك خويا. من الناس اللي جاوا وطفاو العافيه. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، خويا عيطوا لنا قالوا لنا العافيه شاعله خويا، ما عرفناش شنو السبب بالضبط ديال العافيه هذه. حنا جينا ما عقلناش خويا، دابا لو كوتي ديال جهه الالومنيوم وداك الشيء مساكن الناس اللي كيخدموا هنايا، حيت كاين الخشاب وكاين الجلد وكاين داك الشيء، داك الشيء علاش العافيه شتات اخويا؟ شنو السبب ديالها؟ والله ما يعني قابله للشعله في لامابل. دونك اخويا جينا اول حاجه درنا هو البوطات ديال هنا، حيت كاين صحاب مالي الماكله، فرقعنا واحد ثلاثه المحلات، حيدنا من البوطات خرجتهم، هذه اول حاجه صافي. وخويا الان اخويا واحد الدري اسمه محمد وواحد الدري حسين، المهم الدراري اللي قدرهم الله انهم يديروا شي حاجه خويا، راه طفينا 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 داكشي اللي قدرنا عليه الله بمساعده ديال الوقايه المدنيه، عاوناهم داكشي اللي قدرنا الله خويا. حنا تحرقنا هنا، تحرقنا من يدينا هنايا خويا، جات فيا ضربه هنايا، هنايا خويا حتى يدينا كيدايرين الحمد لله والشكر لله على اي حاجه جات من عند الله مرحبا بها، فهمتي؟ الناس اللي مشى لهم هذا الشيء ربي يعوضهم، الله ان الله مع الصابرين، الا صبروا واحتسبوا امر لهم الله سبحانه وتعالى راه غيجازيهم. هذا ما كان اخويا والحمد لله، واللي جات من عند ربي مرحبا بها. داك الشيء اللي قدرنا عليه الله درناه، حنا داك الشيء جهدنا راه درناه والحمد لله. افزك تكون لي انا كامل فازك اخويا، حق الله شحوايج كيديرين كان طالع الفوق، طالع الفوق مني العافيه، ولكن اش دير؟ خاصك دير كل ما خاصك تكون سيرفيابل. صافي جيتي خاصك تقضي، فهمتي؟ ما تجي ترجع اللور تشوف واللي دار الله هي اللي كاينه والحمد لله على كل حال. من المحل اللي شعلت فيه العافيه جو بونس راه شي 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 15 محل ولا 14 محل اللي شعلت فيه العافيه، يعني خسائر ماديه كثيره. هو يعوضهم الله، ما تقدرش تحكم شحال بالضبط، كاين خسائر ماديه بزاف، بنادم مقدس العاود داك الشيء، يعوضهم الله، الله يصبرهم. هذا الشيء اللي كان. انت شكرا لك بزاف. لا على الراس والعين اخويا، شوف حنا راه ولاد البلاد، باش نموتوا على هاد البلاد، وحنا هاد البلاد معاه الى الابد. هذا الشيء اللي قدرنا عليه الله غنديروه، راه غنديروه. حنا راه ما كنرجعوش للور اخويا، اي حاجه على قبل هذا الوطن هذا غنديروها. والله يجازيك. حنا راه ولاد البلاد وحنا ولاد الشعب وكنموتوا على الشعب، اي حاجه غتجي لا في الزلزال بنادم تعاون، راه حتى هنا بنادم غيتعاون، وتجي ديما اليوم وغدا والبارح والبارح، اي حاجه غتجي على قبل هذه البلاد هذه راه غنديروها الحمد لله. فزقوا لنا حوايجنا ومشاو لنا هذيك، ولكن هانيه الحمد لله، هانيه على قبل البلاد، وعلى حنا راه ولاد الدرب غلف اخويا، واش فهمتي؟ حنا ولاد القنت هذا وكبرنا فيه وتزادينا فيه، خاصنا نديروا هذا الشيء، واخا نكونوا ولاد قناه اخرين غنديروا هذا الشيء هذا، واللي خمشات سلعتهم ربي عوضهم. هذا ما كان اخويا، الحمد لله والشكر لله، الله يرحم الوالدين. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.